طبعا مؤسف أن يكون هناك كويتيون خارج الكويت، خاصة في المعارضة السياسية. وإحنا كنا دائما قبل هذا الملف نقول بأن الكويت تمتاز بأنه لا يوجد معارض في السجن ولا يوجد معارض خارج الحدود. الآن طبعا اختلفت الأمور بأسباب التشنج السياسي القائم، وأتصور بأن هذا أيضا ملف في سبيله إلى الاختفاء، أو على الأقل إلى التخفيف من نتائجه حسب فهمي لما يدور من مناقشات في بعض الحجر الخلفية، لأن استمراره في حقيقة الأمر هو استنزاف للجهد الوطني الذي يجب أن يتوحد، وأيضا أن نفهم بأنه لا يوجد ملاذ آمن لأي مجموعة سياسية خارج بلدها. ما حدث في اسطنبول، في تركيا في الفترة الأخيرة تجاه الإخوان المسلمين مثال مهم وأساسي نحو هذا الأمر. فدائما المعارضة الداخلية هي أكثر نجاعة وأفضل.